بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا اليوم يوم الخميس السادس من شهر رمضان 1443، جئنا لتنفيذ هذا المشروع، مشروع إفطاري لهذا العام 1443 في هذه القرية التي ترونها، والقرية قرية واسعة جدا ومعتنق الإسلام منذ سنوات العديدة، فهذا الإفطار يعزز الإسلام في مناطق وينشر الدعوة في كل مكان ويؤتي قبول لدى المسلمين في القرى. فنسأل الله مولا جل في علا أن يتقبل لأهينا هوكاين من دولة ألمانيا. جزاكم الله كل خير وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام وسدد الله خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتكون على أي شيء؟ والإفطار تتكون من أرز والسمك والجبن وكذلك المانجو والليمون المثلج إن شاء الله. نتمنى من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، وأن يجعل عملهم خالصة لوجهه، وأن يجزيهم كل خير. نسأل الله لهم القبول إن شاء الله.